يعشق الأضواء وإثارة الجدل. لا، شايف نفسي مختلف خالص. طب ماشي مسدس ليك. لا، ما أنا ما عنديش استعداد أموت وأنا بحجب. ما أنت جميلة هم، أنا ما غزلتكيش. لا، وبحب واحدة هغزلها طبعا. يعني إيه بصباص؟ لا، ده ابن تيمية كويس، أنتوا اللي فاهمينه غلط. أيوة، أنتوا فاهمينه غلط. الراجل متشدد في بعض كتبه، إنما في كتب الأصولية عبقري، مفيش شك في كده. عايزة شخص أثر سلباً. الدكتور مثلاً، الله يرحمه بقى، عاطف العراقي مثلاً. يوسف زيدان ليبرالي؟ أقرب للليبرالية. حضرتك الوحيد اللي بتقول عليه منتحل. لا، الفتاوى الكبرى، وده رأي أكاديمي، مفيش مخطوطات للكتاب ومفيش مصداقية. أنا لما أقول كلام بنشره في كتاب وبحط أدلة، اللي عايز ينقدني يقول إيه القدر اللي لم يستطع يوسف زيدان تحمله أو التعامل معاه؟ إيه القدر اللي هزمك؟ طعنات المحبوبين في الظهر. عندك صراع مع الزمن؟ يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن في حاجات خايف ما تلحقش تعملها. لا، مش مهم. بتخاف أعمالك تتنسي؟ بتخاف ينسى اسم يوسف زيدان؟ ولا شغلني الموضوع ده. يعني ينسوا ولا يفتكروا، ده حاجة تخصهم هم. أنا اللي يخصني أنا إني أكتب، وكتبت، ومن يكتب لا يموت. طاووس، هنروح للفصل الأخير. طيب. إيه الخسائر اللي لا تعوض في حياة يوسف زيدان؟ الأصحاب، يعني النهاردة الصبح مثلاً صحيت من النوم على حلم مع صديق ليا توفى من سنتين ثلاثة اسمه هاني الكيخية. صاحي من النوم عشان أكلمه أقول له إن أنا حلمت بيه، فهو يعني موجود جوايا بس ما بقاش موجود في الخارج. موجود جوايا بس ما بقاش موجود حواليا. مش موجود في الخارج، مش هتصل بيه يعني. انما انا شاعر بيه وعندي صديق دلوقتي، مش هقول اسمه بقى عشان الناس ما ت... كل شويه اول ما يتعب انزعج جدا، انه اخاف لا يموت، تبقى مصيبة سودة بقى دي، هبقى من غير أصدقاء خالص. وأقعد أقول له، يخش هو في، أقول له يا عمي بقى إهدى شوية وبتاع إيه، طب ما تيجي نسافر، مش عارف نروح فين وبتاع. هو إنسان جميل يعني، فخايف عليه جدا لأني خايف على نفسي. قلت إنك ما بتخافش من الموت. بخاف من الغياب. من الغياب. تؤمن بإعادة التجسد؟ والله أنا المشكلة دي أو الري إنكارنيشن أو التناسخ يعني من المسائل المحيرة عندي، لأنه فيها مشاكل كتير. إنها مثلاً ضد البعث. تؤمن بالبعث؟ تؤمن بحياة أخرى، حياة آخرة؟ اللي يؤمن بالبعث ما يؤمنش بالتناسخ. قول لي أنت بتؤمن بإيه؟ بقول لك أنا متحير من المسألة دي، من وقائع شفتها ومن تراث طبعاً طويل في الديانات الهندية وعند الموحدين الدروز وغيرهم. أنا عايزة إيماناتك أنت. لا، أنا في الحتة دي لازلت حائراً. الله الله عليا، طلعت حائرا من دكتور يوسف زيدان. لا، انا حيران. شفت الطاووس؟ لا، انا حيران في حاجات كتير. رجعت الطاووس. لا، بالعكس، سقط قناع الطاووس عن دكتور يوسف زيدان. ما كانش قناع، كان دور. بس سقط دور الطاووس. لا، ما انا بقول لك هو له وقت معين. بس لا، انا عندي محيرات كتير في غير دي. بس دي طبعا من الحاجات اللي بتحيرني. إيه الشيء اللي حصل في حياة يوسف زيدان ممكن لو تذكره يبكي تخونه دموعه؟ لا، ما أنا ما ببكيش بقى، لأنه للأسف
هي عمتي أكتر يعني كانت قريبة مني، وبعدين علمونا غلط بقى ولا فهمونا غلط إنه الرجالة ما تبكيش، بس أنا بكيت. بس يوم فرج فودة بكيت على مصر، لأن الحادثة كانت فاجعة جدا. أمنية لم تتحقق في حياة يوسف زيدان؟ ما بلاش السؤال ده، بلاش. ليه بلاش؟ مفيش حاجة بلاش يا دكتور، احنا هنعيش مرة واحدة. لا بلاش. لا أنا مصرة. ليه بلاش؟ هنعيش مرة اللحظة دي لن تتكرر. بس خلاص، أصل الوقت عدى. هي دي الأمنية اللي أنا بسأل عنها، اللي فات عليها الوقت، ما اتحققتش وفات أوانها. أن لا، أنت كده هتقولي أمنية تانية. لا والله، أنا عايزة اللي كنت هتقولها. لا أنا عايزة أقولها بس بألطف لفظ، إنه ألاقي امرأة أشعر معها بالطمأنينة. الله، وده ما حصلش. بس خلاص بقى يعني، ما لا مفيش خلاص، ده بالذات مفيهوش خلاص. لا، متعلق بالروح لشخص بوعي وإدراك حضرتك هو غير متعلق لا بشكل ولا بسن، وقد لا يكون متعلق حتى ما بفكر. انت عارفة يا أستاذة، فداحة حزني على اللي زي هاني الكيخية دول، أصدقاء شعرت تجاههم على مدى سنين طويلة بالطمأنينة، بمعنى إن ده اللي أنا ممكن يعني أأتمنه على أي شيء خلاص. بس فكانت الأمنية بقى إن ده يتم يعني في المقابل النوعي. ما اتحققتش قبل كده وما كملتش؟ ما شعرتش بالطمأنينة مع امرأة بشكل مختلف تماما وما كملتش؟ ما يعني يبقى حصل. حصل في الـ خلاص بقى. ايه القناع اللي لا يمكن ان يقبل دكتور يوسف زيدان انه يلبسه، او ايه الدور اللي لا يمكن يقبل ان يلعبه مهما كانت الفائده؟ حاجات كتير. لا حاجات كتير. لا اديني كده. لا يعني انا لا اقبل ان ابع واشترى. لا اقبل انه ابقى ترس في لعبه سياسيه. لا اقبل اني اتاجر بالافكار. والا طب انت بتقولي او قلتي يعني فيما سبق ان في حاجات انا قلتها ازعجت الناس، هو انا يعني ما كنتش عارف الناس هتنزعج؟ ما انا كنت عارف، بس شايف ان لازم في اللحظه دي يتقال الكلام ده عشان الناس تفرمل شويه، ما تخبطش في الحيطه، بس مقدر طبعا النتائج. والا طب ما انا عايش في اللذاذه بقى. لا، اللذاذه دي ما حد تاني، سبتها للآخرين، دي توصية برضه. لا أنا ما بعش واشتري في الأفكار ولا في الناس. مورال القصة، مورال الحدوتة، مونولوج النهاية، عايزة حضرتك ترتجل لجمهورك مونولوج، قد يكون اعتذار، قد يكون مصارحة، قد يكون نصيحة، رسالة، اعتراف، طلب، مراجعة نفس، ترتجله ولكن بصدق، بدون أقنعة وبدون تمثيل أو افتعال. حاجة أقولها للناس يعني؟ طب ما أنا طول الوقت بقول حاجات عن للناس. يوسف زيدان، عن حياة يوسف زيدان، طلعت من الدنيا بإيه؟ لا أنا طلعت بحاجات كتير جدا. طلعت بإيه كونكلوجن عن الحياة تقوله لجمهورك بصدق؟
اجعل لوجودك معنى. يعني الإنسان والكائنات الأخرى بتاكل وتشرب وتحيا وتموت، مفيش حيوان من الحيوانات أضفى على وجوده معنى. الإنسان فقط أو جزء بسيط من البشر هم اللي بيدوا لوجودهم اللحظي معنى. المعنى ده مش لازم يكون معنى إبداعي عظيم ولا اكتشاف نظرية علمية كبرى، لا، يكون شيء حقيقي أنت أو أنت بتعمله علشان تشعر أثناء أداء ده بالامتلاء بالحياة. قد يكون المعنى بسيط زي تنشئة الأولاد، وقد يكون معنى عظيم زي عمل الخير، بس الأهم في المعنى الفهم. علينا إن احنا نفهم، نفكر شوية ونفهم، نبحث شوية ونفهم، لأنه مفيش حد بيتقدم بالنوايا الطيبة وأدعية دعاء الوالدين، لا، من أراد أن يكون لوجوده معنى فعليه أن يضفي على وجوده معنى. Thank you.